انترفيو دو جور. انتم تسمعوا في سبحنا هكا متواصل معكم العشرة متاع سبح. مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو مهرجانات، نحكيو مسرح زاد كيف نحكيو على مسرحيه سيب صالح لرياض النهدي. معنا على التليفون، صباح الخير. مرحبا بكم شحوالكم، تحيه لكل مستمعي اذاعه راديو مهد. اهلا بك. المولود الجديد اللي فرحنا به برشا، وعندي ديزيكو حلوين معناها على نشاطه الكبير ودعمه للفنانين، وهذا معناها يحسب إليه. نحكيه على مسرحية سيب صالح، باش يكون حاضر في مهرجان نابل 12 أو تقريبا 2015. العمل بطولة رياض النهدي، محسن بولعريس، سامي مزغني، سفيان وإيمان عبد العزيز. إيمان عبد العزيز. ساعة أول حاجة رياض النهدي، كيفاش بديت فكرة المسرحية؟ شلمكم على بعضكم في المسرحية؟ والله يشوف، هو ديما المسرحية معناها هي كانت كنا نتقابلوا في نادي هكا ثقافي، وكانوا أصدقائي محسن بولعريس معناها رفيق الدرب هذيك ديما معايا، لكن بالنسبة لسفيان وسامي أول تجربة معاهم، وتقابلنا ولما لا كنا نعمل سبيكتاكل معناها، وخاصة في الظرف الحالي اللي معناها التوانسة بالحق في حاجة، والعائلات التونسية في حاجة للترفية بالمعنى الترفية معناها، لأنه ما عادش يحب تعبوا من برامج سياسية، تعبوا من معنى الوعود ما نعرفش شنية. المهم احنا كنا اللي بلا نتجمعوا ونسعدوا المتفرج والتونسي بعمل تكون فيه حكاية حلوة فابل. انجزنا العمل الذي سيصالح، وكان عمل جماعي، واحنا لعبنا فيه عن كوميديا سوداء كنا في الليمور نوار ونجو على السيتياسيون معنى الكوميديا الوضعية فصل حكاية. المهم احنا جمهور مش نعطوهم احنا الشيء الجاي على رياض النهدي وعلى سفيان وعلى محسن انه مش يلقى الضحكة، اما لكن باش تكون ضحكة هاتفة فصل حكاية معناها. وان شاء الله سيب صالح ديجا بدينا، احنا عملنا عدة مهرجان في رمضان ظهرلي عملتوا مهرجانات ان شاء الله. احنا تو باش يكون نهار 31 اوت في كابس، ومن بعد لبروميي بني حسان وبالدول كيف الى اخره، الى ان نخلطوا الدوز اوت معناها باش يكون في مسرح نابل، وان شاء الله نمتعوا معناها اللي صرتوا مسرح نابل تربوا على المسرح الضاحك عن طريق مذكرته محمد وعمود وواحد، وخلقونا هما العادات والتقاليد نتاع المسرح الضاحك هذا. هما يقولوا جمهور النابلي جمهور سبيسيال، معناتها جمهور من نوع خاص نحبوا برشا، لانه جمهور تربى على مسرح الشاب نابل اللي هو نقدم له التحيه، لانه خدم برشا معناها ومتع معناها. وانا ديما كنت قبل كي مسرح نابل ديما تلقى معناها في العروض معناها اقبال كبير في مسرح الشاب نابل، لانه يعني انا قرت سبق لي الله يرحمه ولي المسرح مكتوب باسم، كتب لي مسرحيه مدام جميله وكتب لي معناها وانجزناها وعملناها معناها، وكانت مسرحيه رائعه اللي خرجها احمد السنوسي وكانت مسرح قرت الله يرحمه. نحكيو على التاليف نتاع المسرحيه، تقريب تاليف جماعي ديمقراطي، كل واحد اعطى رايه. احنا تقابلنا خدمنا خدمه جماعيه معناها، خدمنا على سكون ابيل ليكريتور سينيك معناها نخدمه، وكنا معناها واقفين على بعضنا بيتم على الكلمة. أنا ساعات نسيت روحي ونتبع معناها، نحب نشاهد بولعريس وسفيان وسامي، ونكون معناها كل خطر العمل هو نكمله بعضنا معناها، وهذا هو معناها. وإن شاء الله خدمة، وكانت وعنا ممثلة حلوة زادة معنا إيمان عبد العزيز، باش تكون اكتشاف في السبكتاكل هذايا من الممثلات الحلوين اللي صاعدين وعملت تجارب مسرحية سابقة وخدمت معايا في مخ الهضرة قبل، وإن شاء الله معنا نكونوا موفقين. أي رياض هو تأليف جماعي، لكن أكيد فما مايسترو معناتها في المسرحية، شكون يقود المسرحية؟ شكون؟ احنا شوف احنا ما نديما نعيشوا أصحاب، ويبدو معنا معناها كما اللي نجيبوهم معناها يعملونا رؤية كما حسام الساحلي، كما برشا عباد اخرين، كما اشرف العظاظي اللي كتب فاميليا لول. فانا نؤمن بالعمل انه يتواصل مع الجميع معناها، مو انا معناها اساسا معناها تكوينا معناها ميداني
وكنت نتعاون مع الأكاديميين من أولي، معناها ما نحبش نخلق أكل ثغرة ما بين الأكاديميين والميدانيين. صحيح. فكنت معناها جينا نعمل أكل معادلة بين الزوز. أي بي رياض النهدي سيب صالح اسم المسرحية، نحن نقوله سيب صالح وقت لي نكونوا معناتها مخنوقين في الدين من حاجة. هل أنتم مش تحكيوا على خنقة التونسي، على فدة التونسي، على الأزمة بتاع التونسي في المجتمع؟ وهذا المعنى الحقيقي. أي. انه بالمعنى سيبونا، معناها خلونا نحلموا. شفتوا مارتن لوثر كينغ وقت قال اي هاف دريم، معناها دعونا نحلموا، خلونا مازلنا هالمسرح هذا نجم نحلموا بيه، نجم نقولوا هالمسرح هذا وهو النجم نجمعوا بيه الناس ونجيبوهم، وهذا هو معناها طيب صالح. خلونا نحلموا بالمعنى، خلونا نحلموا، خلونا نقولوا، خلونا نلموا الناس، خلونا الأشياء الجميلة اللي بنيناها ما يزماش تموت. الثقافة رأي هي، والمسرح والموسيقى هي أهم شيء ضد الإرهاب، ضد معناها الأفكار الظلمية. هو وهذا هو معناها شبابنا مسكين صغير، معناها كان نزول المسرح، نزول الموسيقى، نزول البانتير، نزول الوعدة، تو تتبدل الأفكار وتتبدل الوعد. فخلونا نحلموا، عاونونا باش نحلموا، فهذا هو معناها الغاية منها. رياض النهدي، قبل المسرحية ذي شفناك في الون من شو، البراني على برا. براني على برا. يا أخي اعتزلت الون من شو ولا شنو؟ والله لا، البراني على برا تعرف بالزر جات قبل الثورة بشهرين، شهرين قبل الثورة انجاز. وقت عملناها صارت الثورة، وكأننا نوحوا بالثورة، وكانت عندنا مواقف المسرحية رائعة. جوز بعد الثورة لأنها ما كنتش أنا المنتج، كانت إنتاج الشركة اسمها الكازار، اختلفوا هما. حبيتها تتواصل أنا البراني على برا لعمل معناها كتبوا معزتهم بيخرجوا ونعتز بيه. الله غالب معناها صار المشكل باش ما توصلش. هو ورغم اللي الصحف والكريتيك الكل حكي عليه، معناها قال لك عادة الراول وما شو ستاندار، معناها عبارة واحد انيماتور يطلع سرسان ويخر وينكت ويحكي واحد، ما احنا قالوا فاهم على الادوات المسرحية كلها كانت موجودة في سيب صالح على مستوى الحبكة الدرامية، على مستوى الديكور، على مستوى الاخراج. الله غالب معناها ينجم يجي نهار وترجع البراني على برا. ممكن ترجع من جديد براني على برا الوان مشوه ذي، لأنه العمل هذاك ما يعز عليا برشا. واضح ثنائي رياض النهدي ومعز التومي في براني على برا. وإن شاء الله هذه سيب صالح هي اللي باش تكون معناها حاجة. أنا أكيد معناها حتى العروض خدمناها أخيرا، معناها الناس تمتعت ومشينا في عمق المواطن التونسي وحاجياته، لكن بشكل ساخر، شكل كاريكاتوري. ان شاء الله معنا في نابل باش تكون ثم متعه كبيره. اي لدات الجايين نتاع سيب صالح وقتاش ذكرنا بلدات؟ ان شاء الله لو 31 اوت عندنا جابس، لو بروميير بني حسان، لو دو كيف عندنا، لو 4 اختتام مارجان باغو، لو 5 قليبيا عندنا، لو 7 بارد، وعندنا سيدي علوان، عندنا نابل. والله برشا انا باش ما نستحضرش ناس ونغيب على ناس. وفي نابل 12 اوت. في نابل 12 اوت. نابل 12 اوت، وان شاء الله فاميليا لودي راضوا زاد في، لانه مسلسل صورناه سي طوم رائع. أي. ان شاء الله وصار عليه خلاف المسلسل هذاك اللي صار فيه، وبطولتي انا ومريم برنامي اللي صار فيه ما بين المخرج والمنتج. لان انا نطلب من البي دي جي بتاع التلفزيوني على الراديو نتاعكم، لان يلزم المدير العام نتاع التلفزيون ياخذ قرار، لان هذيك أموال عمومية تخدم فلوس وفلوس الشعب، ومن حقه هو الخاسر الوحيد هو المتفرج التونسي، وهذا حقه يلزمه يتعدى في الشتاء، خاصة أنه مختوم بكذا، وخاصة أنه المسلسل ولا ملك الشعب، لا ملك التلفزة التونسية، مش ملك أشخاص، بأموال عمومية بفلوس الشعب. واضح. معناه يلزمه يتعدى، لأنه ملكي أنا وملكك أنت وملك الناس كلها، معناه هذا. واضح. شكرا لك رياض النهدي، بالتوفيق لك في التورني نتاعك. بارك الله ميرسي بوكو، يعيشك بون جورني. هذه صباحنا كما زدت نتواصل معكم حتى العشرة امتع صباح.